السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. في حصة التربية الإسلامية لهذا اليوم سيكون لدينا درس بعنوان سورة الملك رحمة الله بخلقه. لنقرأ الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ صدق الله العظيم. أهم المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة: جعل لكم الأرض ذلولا، يسرها لكم للانتفاع بها، مناكبها، طرقها، تمور، تهتز بشدة، حاصبا، حجارة صغيرة، نكير، عذاب. تناولت سورة الملك بعض دلائل قدرة الله تعالى وبينت عاقبة ما يكذب بيوم القيامة. موضوعات الآيات الكريمة من مظاهر رحمة الله تعالى بخلقه. المغفرة والثواب الجزيل، تسخير الأرض للناس وتحذير الناس من عذاب الله. وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يلتزمون طاعته ويبتعدون عن معصيته في السر والعلن بمغفرة منه وأجر كبير. فهو سبحانه يعلم ما في القلوب من خير أو شر لأنه خالقها وهو الخبير بها. ثانياً، تسخير الأرض للناس. أنعم الله سبحانه وتعالى على الناس بأن جعل لهم الأرض ميسرة ليسهل العيش عليها، وأمرهم بالعمل لإصلاحها وإعمارها والانتفاع بخيراتها وعدم الإفساد فيها، لأنهم سيحاسبون يوم القيامة على أعمالهم. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثالثاً، تحذير الناس من عذاب الله تعالى. يحب الله تعالى عباده ولا يحب لهم العذاب، لذا حذرهم من الكفر والعصيان الذي يجلب لهم غضب الله تعالى. بعد تدبري للآيات الكريمة أحرص أن أعمل صالحا لإرضاء الله تعالى، وأقدر نعم الله تعالى علي، وأكون عنصرا فعالا في وطني.